يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم فيها العديد والعديد من الأخبار والتفاصيل كمان المهمة اللي هنتكلم فيها مع حضراتكم على مدار حلقة اليوم، سواء فيما يتعلق بالشق المحلي، الشق العالمي، وبالتحديد كل ما يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي. بالتالي بيهمنا قوي تواصلنا معاكم وتواصل حضراتكم معانا من خلال تفاعلكم على سؤال حلقة النهاردة، وإيه في رأيكم إيه هو التشكيل المثالي للأهلي عقب انتهاء بطولة الدوري بشكل رسمي. تواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وإنستجرام، وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة الترند كما هو المعتاد. البداية دايما بتكون بأهم العناوين. يلا في ترند الأهلي: موسيماني يكلف مخطط الأحمال بتجهيز لاعبي الأهلي لنهائي أفريقيا. في الترند المحلي: الزناتي يستقيل من منصبه بالجبلاية. أما في الترند العالمي: ركلة جزاء صلاح تثير الجدل في الدوري الإنجليزي. سريعا خليني أقول لحضراتكم أهم مباريات اليوم في مختلف أنحاء العالم قبل ما أطلع الفاصل، لأن بعد الفاصل عندي كلام مهم قوي. لكن خلينا نبتدي بالدوري الإنجليزي. النهارده في ماتش اتلعب كان حلو قوي ما بين استون فيلا وساوثامبتون، خلص بفوز ساوثامبتون 3-4 بعد ما كان متقدم 4-1. شارك نجمينا المصريين سواء تريزيجيه او المحمدي بس كبدلاء على مدار احداث المباراه. نيوكاسل الشوط الاول خلصان مع ايفرتون تعادل سلبي. مانشستر يونايتد الساعه 6:30 في قمه الجوله امام ارسنال، وتوتنهام مع برايتون الساعه 9:15 بالليل. الدوري الأسباني: ريال بيتيس أمام إليتشي، مباراة انتهت 3-1 لريال بيتيس، وفي هذه اللحظات بتتلعب مباراة سيلتا فيجو مع ريال سوسيداد، وغرناطة مع ليفانتي هتكون الساعة 7:30، وفالنسيا مع ختافي الساعة 10 بالليل. الدوري الإيطالي: أودونيزي لعب خلاص مع ميلان، وميلان فاز 2-1 في مباراة شهدت تألق زلاتان إبراموفيتش، طبعا نجم النجوم. وفي هذه اللحظات أيضا بتجرى مباراتين: سبيزيا مع يوفنتوس تعادل إيجابي 1-1 حتى الآن، وتورينو مع لاتسيو 2-1 لتورينو. والساعة 7 في ماتشين تانيين: نابولي مع ساسولو، وروما مع فيرونتينا، وسامبادوريا مع جنوة، ده هيكون في تمام الساعة 10:15 مساء. ومباريات في الحقيقة كلها ممتعة ومثيرة للغاية. بعد الفاصل عندي تفاصيل وكلام مهم جدا بخصوص قصة كهربا وكابتن محمد فضل، وبعد ما حدث بالأمس في أعقاب تتويج النادي الأهلي وبطولة الدوري. بعد الفاصل استنوا. يلا